قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام تصادف ذكرى الفاجعة الكبرى في هدم مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في البقيع الغرقد. وقد مضى على هذه الفاجعة الأليمة، هذه الهزيمة الكبرى واقعا في التاريخ للشيعة، أكثر من 99 سنة، أشرفت السنين على 100، دخلنا في السنة 100، والقضية لا زالت على أوج الألم من دون أن يحصل أدنى أمل في حل هذه الفاجعة.